أعزائنا المشاهدين، بعد غياب لفترة شهر تعود معكم الدكتورة وفاء سلطان في برنامجها حرب بلا سلاح، وذلك يوم الجمعة الموافق 3 فبراير في تمام الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت نيويورك. عنوان حلقتها سوف يكون حول ترامب وقرار منع المسلمين. ويمكنكم متابعة الحلقة لايف عن طريق موقع الآرامية على الفيسبوك ABNSAT. لمزيد من المعلومات عن الحلقة اتصلوا بنا على أرقامنا الظاهرة على الشاشة أو زوروا موقعنا الإلكتروني ABNSAT.com.